جزاكم الله خيرا واحسن اليكم من الجمهوريه العربيه السوريه مستمعه رمزت الى اسمها بالحروف شين عين، تقول يوجد عندنا عاده وهي انه قد يحدث لشخص ما سوء او قد يرى شخص في المنام بسوء فيقوم اهل ذلك الشخص بالذبح عنه، يقصدون من ذلك افتداء له، هل هذا جائز او كيف يكون الحكم؟ جزاكم الله خيرا. هذا لا اصل له، والذبح بهذه المناسبة ذبح غير مشروع، والرؤيا قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة، وهو أكثر ما تكون الأحلام من الشيطان، فذبح الذبيحة بهذه المناسبة أمر لا يجوز. نعم.